بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلبة الصف الثاني الابتدائي مدارس المنتزه الخاصة فصل أبل، النهاردة عندنا استراتيجية الرياضيات الذهنية المضاعفات. يلا يا رهف يا جميلة ابدأي. إيه؟ اقري. 3 زائد 4 هاخد الصغيرية يعني انت عملتي ايه رهف؟ خدتي ايه الصغير اللي هو ايه؟ ثلاثة. خدتي الثلاثة التانية منين؟ من الأربعة. من الأربعة؟ طب الأربعة أهي، لما خدتي منها ثلاثة بقى معاكي كام؟ واحد. طيب يساوي كام بقى يا رهف؟ هتشوفي. سبعة. شاطرة يا رهف، برافو عليكي. خمسة زائد ثمانية يساوي ياخد الصغير وانزل بيه، ياخد الكبير يغير زيه. انت عملت ايه دلوقتي يا علي؟ خدت الخمسة الأولانية وأخدت من الثمانية خمسة تانية. بيبقى كام الثمانية؟ كام يعني دلوقتي؟ طبعا 13. برافو عليك. اخد الصغير وانزل بيه. واخد من كبير صغير زي. يساوي 4. يبقى انت عملتي ايه يا عائشة دلوقتي؟ جمعت بالمضاعفات 5 زائد 9 اديني كام؟ يساوي 14. طب عملتيها ازاي؟ اخدت الخمسة وحطيتها المروج، وخدت من التسعة 5 زيها. والبقى كام من التسعة؟ 4. اداني كام العدد؟ 14. مسافة كبيرة